هي الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي تقيمها قيادة منظمة اتحاد شبه الثورة بمناسبة عيد المنظمة. نحن اليوم موجودين في ريف دمشق بهذا الملتقى اللي بيضم رفاقنا الفائزين على مستوى الروابط. اليوم تتويج على مستوى الفرع للفائزين الأول، كما لاحظتم توجنا الفائزين الأول على مستوى فرع ريف دمشق. أيضا هذول رعاية أخرى أيضا هناك في بطولة على المستوى المركزي. وأيضا كان بهذا الملتقى هو لرفاقنا الموهوبين في الرسم، لاحظنا من خلال أيضا هي اللوحات كيف عبروا رفاقنا عن محبتهم للوطن، عن محبتهم للجيش العربي السوري البطل. نحن اليوم ضمن خطة فرع الشبيبة وبمناسبة عيد الشبيبة نقيم ملتقى للرسم لرفاقنا المبدعين والفنانين على مستوى الروابط تحت عنوان تحية إلى الجيش العربي السوري، وأيضا نهائيات تصفيات بطولة الشطرنج على مستوى الفرع. اجت فكرة الملتقى باعتبار انه او بالاحرى فكرة الملتقى هي معتمدة على ثلاث افكار، منها كيف نحن كشباب بنشوف سوريا المتجددة، صور سوريا المتجددة بعقولنا باذهاننا، كيف منترجمها باقلامنا على ارض الواقع حتى نترجمها بالنتيجة على بحياتنا اليومية. ايضا تضحيات الجيش العربي السوري يلي لولاهم ما كنا موجودين بهالاماكن وما كنا عم نمارس حياتنا بشكل طبيعي. كان في مسابقة مبدئية على مستوى الروابط، والفائزين من الروابط اجوا يعملوا اليوم المسابقة مستوى الفرع. هاي المسابقة طبعا بمناسبة عيد الشبيبة 49، وإن شاء الله جيشنا دائما بخير وشعبنا في سوريا بألف خير. عبرت عن سوريا على شكل بنت محاطة بسائل من اليأس والألم اللي مرت في سوريا، عم تحاول تطلع منه شوي شوي. طلعت من اليأس، بس قد ما طلعت رح يضل في ندوب، واللي هنن أمهات الشهداء وهالأهالي الشهداء اللي راحوا رح تضل معلمة عليهم هالأزمة. هاي أنا معبر برسمتي إنه إيد الشعب العربي السوري متكاملة، رح تقطع إيد الإرهاب ورح نرجع من جديد سوريا متكاملة. هالرسمة بترمز إنه جندي عم بيساعد عجوز، وإنه طول ما في هيك رجال وهيك ناس بسوريا رح تضل سوريا بخير ومزدهرة. شارك بعيد الشبيبة وأنا مفتخر بكل شبيبين اللي معنا، وبوجه لهم تحية إنه بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبقول لهم كل واحد سلام بالشبيبة.